فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوسط فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ألم تسمع دعاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. إذا كان الله معك فمن عليك؟ هذا الذي أقوله. فرحين رأى ما أعد الله له في الجنة فرح إنسان، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني الله عز وجل قال: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟ هل يستويان؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لا يستويان. إنسان معه حق، معه نور، معه وحي، معه منهج دقيق، وإنسان آخر ضائع شارد. على كل معنى، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما من كلمات موسعات إلى درجة غير معقولة كهاتين الكلمتين. يعني أنت هنا، الماضي كله مغطى لا هم يحزنون، والمستقبل كله مغطى ألا خوف عليهم. يعني أنت من خوف الفقر في فقر، وأنت من خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها، لمجرد أن تقبل تطمين الله عز وجل، لمجرد أن تقبل تطمين الله عز وجل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أنت في سعادة. كن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. كن بما في يدي الله، ما عندك شيء، لا عندك منقول ولا غير منقول، ولا أصفر ولا أحمر، ولا عملة صعبة، لا في أرصدة ولا في شيء، بس أنت واثق من رحمة الله. أنت الغني والذي يملك كتل مكدسة فوق بعضها من أنواع العملات وسبائك ذهبية وشركات ومساهمات، هذا فقير عند الله. فلذلك أنت من خوف الفقر في فقر، من خوف المرض في مرض، توقع المصيبة مصيبة أكبر منها، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. أبدا، ألا تخافوا المستقبل مغطى كله ما في خوف، ألا تحزنوا الماضي. إذا واحد تقدمت به السن وكان في شبابه غارقا في الملذات يتحسر على شبابه دائما في حسرة، وإذا كان يعني في أخبار غير سارة خائف من المستقبل، يا ترى نبقى ببيتنا ما بنبقى ببيت، يا ترى بصير معنا مرض عضال كيف بنموت، ما بيعرف، خايف. يعني هذا مات موتات قبل أن يموت. أما المؤمن واثق برحمة الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذن يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يعني مرة عثرت على حديث شريف رائع، أن أحد الصحابة كان يضع ابنه في حجره أمام رسول الله، وكان ابنه وسيم الصورة. النبي أراد أن يؤانسه، قال له: يا فلان أتحبه؟ قال: والله أحبك الله يا رسول الله كما أحبه. يبدو أنه يحبه حبا عاليا، فدعا للنبي أن يحبه الله كما يحبه. بعد حين افتقده النبي، سأل عنه، قال: والله ابنه هلك مات. فالنبي استدعاه وعزاه وقال له: يا فلان، أيهما أحب إليك، أن تمتع به عمرك أو أن يسبقك إلى الجنة؟
فأي باب من أبوابها فتحها لك؟ قال بل يسبقني إلى الجنة. قال هي لك.